يكون بداية نقطة انطلاق لإعادة النظر to the holy site in occupied Jerusalem and also Palestinian state and Jerusalem as its capital. Its lies are coming to the end and its occupation must تأكيدا على قرار منظمة الأمم المتحدة اليونسكو. هذا القرار الصائب والصحيح، هذا القرار المتقدم اتجاه القضية الفلسطينية الذي نفى أي ارتباط ديني وتاريخي للاحتلال على هذه الأرض المباركة مع عدم الانحياز إلى القرارات الصهيونية. جاء هذا القرار لينسف الرواية الإسرائيلية المزيفة والكاذبة التي تدعي أن لليهود حق ديني وتاريخي في أرض فلسطين. إن إدانة بن كيمون لقرار اليونسكو إنما يمثل تدخلاً سافراً في هذه القضية العادلة وهذه القضية التاريخية. إن إدانة بن كيمون لقرار اليونسكو إنما هو تبني واضح للرواية الإسرائيلية المزيفة الكاذبة التي دحضتها وأنكرتها وأسقطتها منظمة اليونسكو في هذا القرار العادل اتجاه شعبنا الفلسطيني 1967 ويستمر إلى يوم آن الأوان أن يتحول قرار منظمة اليونسكو إلى واقع عمليا ويتم تطبيقه في المدينة المقدسة وفي باحات المسجد الأقصى المبارك. آن الأوان أن يوقف قرار اليونسكو الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. As fictions and historical lies and will prove our right for you for your attendance.